اسمي انيس تريكي، عايش منطقة ملول. هذه هي الخدمة، اربع نعيجات نتبع فيهم، عندي بنية معناها نشوف نعي، معناها هذومهم عايشين. بالنسبة لي انا اول مرة نخاف في حياتي في النهار هذاك، نار ودني وعبيد هاربة وعبيد فاسعة، انا اللي هرب غرب في الغنمة وانا هرب في بقرة ودجاج وواحد. انا بنحكي لك ما تصدقش، انا اول مرة انا في حياتي، انا عمري تو 42، اول مرة نترعب، ما عمري جامي ترعبت، بت في الجبل، بت في البحر، بت في الخلية، أول مرة نتعب بالرعبة هذيك. والله كل شيء تبدل، المناخ الكل تبدل، بالنسبة للمناخ راه تبدل الكل، الدنيا صعبة ما عادش فيها، معناها الباك من تو البشر ما يلقي ما ياكل، خلي عاد الباك. الحلم نحل الحلم الوحيد اللي نتمناه وإن شاء الله تتحققني، نعيش هكا المرأة اللي معايا في رقبتي، وكل بنية نوصلها لبلاصتها.